مغامرات أليس في بلاد العجائب هي رواية للأطفال كتبت في عام 1865 من قبل عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز دودسون تحت اسمه المستعار لويس كارول، وهي تحكي عن فتاة تدعى أليس والتي تسقط من خلال جحر أرنب إلى عالم خيالي تسكنها مخلوقات غريبة. تتلاعب الحكاية بالمنطق مما أعطاها شعبية دائمة عند الأطفال والبالغين على حد سواء، وهي تعتبر واحدة من أفضل الأمثلة على نوع الهراء الأدبي. سرد القصة وهيكلتها وشخصياتها كانت جد مؤثرة في كل من الثقافة الشعبية والأدب، وخصوصا في مجال الخيال. ترجمت الرواية إلى 174 لغة على الأقل، من بينها اللغة العربية واليابانية، وصدرت عدة أعمال مبنية على أليس في بلاد العجائب منذ نشر الرواية، والتي تضاعف عددها بعد أن أصبحت الآن في الملكية العامة في جميع الدول. نشرت رواية أليس عام 1865، أي بعد 3 سنوات من رحلة تجديف بالقارب للويس كارول والقس روبنسون داكويرث، في 4 يوليو عام 1862 مع بنات هنري ليدل الثلاثة، وهو نائب رئيس جامعة إكسفورد وعميد كنيسة المسيح، لورينا شارلوت ليدل بعمر 13 عاما، وأليس ليدل بليزنز بعمر 10 سنوات، وإديث ماري ليدل بعمر 8 سنوات. خلال الرحلة حكى لويس كارول للفتيات قصة عن فتاة صغيرة مصابة بالملل اسمها أليس، والتي تذهب للبحث عن مغامرة. أحبت الفتيات ذلك وسألت أليس ليدل دوديجسون أن يدونها لها. بدأ كتابة مخطوطة القصة في اليوم التالي، على الرغم من أن هذا الإصدار لم يعد موجودا. أخذت الفتيات ودوجسون رحلة قارب أخرى بعد شهر من وضع قصة أليس، وفي نوفمبر تشرين الثاني بدأ العمل على المخطوطة بشكل جدي. لإضافة اللمسات الأخيرة قام بالبحث في التاريخ الطبيعي للحيوانات الواردة في الكتاب، ومن ثم عرضه على مجموعة من الأطفال، خصوصا أطفال جورج ماكدونالد، وأضاف له الرسوم التوضيحية، ولكن اقترب من جون تينيل لتحضير الكتاب للنشر، وأخبره بأن القصة قد لقيت إعجابا من قبل الأطفال. وفي 26 من تشرين الثاني عام 1864 أعطى أليس مخطوطة مكتوبة بخط اليد لقصة مغامرات أليس تحت الأرض مع رسوماته الخاصة، وقدمها على أنها هدية عيد الميلاد لطفلة عزيزة في ذكرى يوم صيف. ولكن قبل استلام أليس للنسخة أعدها لويس بالفعل للنشر، ووسع القصة الأصلية ذات 15,000 كلمة إلى 27,000 كلمة، مضيفا بالأخص الأجزاء حول القط شيشاير وحفل الشاي الجنوني. سئمت أليس من طول الجلوس بجوار أختها، ثم رأت أرنبا يجري أمامها، فلفت انتباهها أنه أخرج ساعة من جيبه وهرع مسرعا يركض، فأخذت تركض وراءه، فرأته يدخل في جحر فدخلت وراءه. عبر هذا الجحر دخلت عالما غريبا يدعى بلاد العجائب، حيث انتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الغريبة. فشل كتاب أليس في بلاد العجائب في أن يختار في استطلاع عام 1888 لقصص الأطفال الأكثر شعبية. عموما لقيت الرواية ملاحظات ضعيفة من قبل النقاد، كما أنهم أعطوا مديحا كبيرا لرسومات تينيل أكثر من قصة كارول نفسها. عند نشر عبر المرآة اكتسبت الرواية الأولى شعبية، وبحلول نهاية القرن 19 السير وولتر بيسانت كتب بأن أليس في بلاد العجائب هو كتاب من الأنواع النادرة للغاية، والذي سوف تنتمي إلى جميع الأجيال القادمة حتى تصبح اللغة قديمة مهجورة. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.